عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن سارة وزوجها محمد محمود عبد العزيز ابن الراحل والساحر محمود عبد العزيز، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويغفر لكل موتى المسلمين، اللهم امين. وهو بدأ الاول في رسالة حب طويلة عريضة ما شاء الله، انتشرت في كل المواقع المصرية بشكل كبير جدا جدا، وعلق عليها كل النجوم المصريين. وان هو بيقول لسارة ان هي طبعا حب حياته، يعني كلام كبير وجميل جدا ومشاعر طيبة، وان هي دايما سنده ودايما واقفة معاه، هي فرحته، هي ضحكته، هي احلى حاجة في حياته. ربنا يا رب ايه يا رب يفضلوا مع بعض، لان هما فعلا ثنائي محترم جدا 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 ومحبوب كمان. وكمان سارة ردت عليه وقالت ان هي مش عارفة، فيش كلام يوصف حبها ده. وكمان لقطة طريفة ما بينهم هما الاتنين، وهو جايب لها هدية وبيقول لها خلاص كده انت خدتي هديتك، ربنا يحميهم ويحرسهم من عيون الناس. وكمان هو دايما داعم ليها وبيقف معاها، وهي كمان بتدعمه دايما. هو دعمها في ان هي خدت الدكتوراه من فرنسا، يعني شهادة اثبتت ان هي دكتورة في التخسيس من فرنسا، وهو بيدعمها بكل ما اوتي من قوة. ربنا يحميهم يا رب، ودايما يفضلوا سند لبعض ويفضلوا مع بعض يا رب، ويخلي لهم بنتهم تمر. انا محمد نحتفل بسان فالنتين. بصوا جبنا ايه؟ ما في، يا ريت نقدر نوريكم المطر اللي نازل على دماغي. بس حلو والله، كان نفسي في مافين، فجاب لي مافين في سان فالنتين. ميرسي شيري. عارفه حبيبتي على ايه؟ من افضل الثنائي اللي ممكن تشوفه في حياتك، ربنا يحميهم يا رب العالمين، ودايما يفضلوا زي ما هم كده بعقلهم يا رب العالمين. مش حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.